خلي جابوا لها واقيلا واحد 300 حجره وحده خلت منهم ثلاثه د السوايع ديباساو هذه المعلومه اقل من ثلاثه اقل من ثلاثه اقل من ثلاثه هي راه ضربوا 3 متر علاش تعرفوا هاد حجره واحده صغيره دات منهم ثلاثه د السوايع يعني الحجره الصغيره هي اللي خلات العراقيل اللي خلات يعني حيت ما يمكنش تضرب بالجهد غادي يوقع الهدم غادي يوقع الترياب لا الحفره ولا البير كلشي كيسوا على الحاله الصحيه ديال الطفريان نتمنوا من الله تبارك وتعالى الساعات القادمه نتمنى واش راه خير الامل بحياه دائما الامل في الحياه يظل قائما ريان باقي كتشوفوا عبر الكاميرا ريان باقي كتشوفوا عبر الكاميرا كيتشاف عبر الكاميرا في وضعيه كنتمنوا من الله الساعات القادمه تحمل لنا بشرى خير ان شاء الله. سي عبد هذه الاليات فقط الاليات المستخدمه حاليا كيحفروا بواحد الهيلتي ما خاصكش تضرب بالجد باش ما يتردمش سواء على برا عندك اللي كيفها اربعه الناس سواء البير كتضرب بحذر ملي كتلقى شي حجره قاصحه كتسايس معاها ماشي كتدخل فيها كتسايس معاها حتى كتحيدها حجره وحده دات لك السوايع دي باسو هذا نتمنوا من الله ما تلقانا حتى شي حاجه قاصحه في الامطار الاخيره وتبارك الله عليكم وشكرا على التعاون ديالكم شكرا لك شكرا لك شكرا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله